تبارك إلهنا كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين. إنه لواجب حقا أن نعظمك يا والدة الإله كلية الغبطة، يا من هي أكرم من السيروبيم وأسمى بغير قياس من السرافيم. سيداتي سادتي إخوتي أخواتي، تلحظون الأيقونة حيث المسيح الطفل له المجد والسيدة العذراء في كل الأيقونات البيزنطية، كلها من خشب، فيجب أن تكون مادتها من خشب كمادة الصليب الكريم المحيي. ونلحظ أن رقبة السيد المسيح هي ضخمة أكبر من سنه، وهذه إشارة إلى اللاهوت، إذ فيه يسكن كل ملء اللاهوت جسديا كما نقرأ في كولوسي 2:9. إن أو كاتيكي بانتو بليروما تيستيوتيتوس. على وجه هذه الأعياد الميلادية المجيدة السعيدة، مع الأسف كما قال أحد الشبان الأحباء المؤمنين الملتزمين، خصوم المسيحية من الداخل ومن الخارج يختلقون الفضائح والأمور المثيرة للجدل. إذن أشكرك أيها الشاب الأخ العزيز على هذه الملحوظة. فعلا في إحدى على واجهة إحدى الكنائس الساكسونية، مع الأسف الأنجليكانية، هنالك صورة غير لائقة، كما كانت قبل سنتين صورة أيضا غير لائقة، وكأنه السيدة العذراء والعياذ بالله خائفة من حملها. وهذه فئة تقول لك طبعا أنها إنجيلية، أنها سائرة على الكتاب المقدس، وفي حين أننا في الكنيسة، طبعا هذا لا نعممه على كل إخوتنا الأنجليكان بالضبط أو الأسقفيين كما يسمون في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن لا نعمم أن هناك تحقيرا حاشا وكلا للسيدة العذراء، ولكننا نعرف عن إكرام الكنيسة الكاثوليكية الأرثوذكسية للسيدة العذراء من غير عبادتها. يقول لك احنا ماشيين على الكتاب المقدس، هاي الكتاب المقدس العهد الجديد. طيب ماذا يقول العهد الجديد، وبالذات ماذا يقول العهد الجديد في انجيل القديس متى، خصوصا انه الكنيسة التي اشير اليها بكل اسف وحزن هي كنيسة سانت ماثيو الانجليكانية. يقول انه، وهذا طبعا نقرأه في إنجيل متى الفصل الأول، أما ميلاد يسوع المسيح فكان هكذا، لما كانت أمه مريم مخطوبة ليوسف من بيت داود وجدت قبل أن يتساكنا حاملا من روح القدس، وإذ كان يوسف رجلها صديقا، يعني قديسا باليوناني ذيكيوس، ولم يرد أن يشهر أمرها عزم على تخليتها سرا. تقول المتحدثة باسم الكنيسة الكاثوليكية في نيوزيلندا أنه إخواننا هذول حتى ولو كانت نيتهم جيدة أنهم انحرفوا عن تعاليم الإنجيل المقدس أولا وعن تقليد الكنيسة ثانيا
وعن العقل السليم والذوق القويم ثالثا. هاي زيادة من عندي إذا سمحت. ليش؟ الإنجيل الطاهر واضح، السيدة العذراء لم تكن عزباء زي ما بيقولوا اللي ما بفهموش لا النصوص الأصلية ولا العادات القديمة العبرية التي نجد قسما منها أيضا في العالم العربي في فكرة كتب الكتاب. لما كانت مريم مخطوبة، الخطوبة إيروسين في العبرية، وطبعا في كمان كلمة كتوفا أو كتافا يعني كتب الكتاب، الخطوبة كانت تعد عقد زواج. إذا هي عذراء كما نقرأ في لوقا 1:26 وتابع، أرسل الله الملك جبرائيل إلى عذراء مخطوبة، برضو هون بقول مخطوبة، مخطوبة يعني بالعبري بالعربي مكتوب كتابها، يعني شرعا زوجة شرعا، ولكن في الواقع كانت بتولا ودائمة البتولية هايبرثينوس. هإن العذراء تحبل وتلد، مش عذراء تحبل وتلد، هإن العذراء، أشعيا 7:14. إذا ربما كان قصد هؤلاء النيوزيلنديين إنه بدهم يتفهموا موقف، أو بدهم يساعدوا موقف فتيات غير متزوجات يقعن في الحمل. طيب ما هاي خطية، ما هاي بعدين الإجهاض جريمة. أول شيء بدك تساعدهم، ما بدك تنتبه إنه هاي المساعدة لا تعني تأييد ما فعلنا. طبعا هم ما فعلوا هالإشي لوحدهم، كان في كمان رجال شركاء لهن، بس احنا العرب شاطرين زي اليهود في الزمنات على المرأة، زي ما جابوا للسيد المسيح امرأة أخذت في بعيدا منكم في الزنا المشهود، قال أخذت، الله يسامحهم، أخذت. طب لحالها أخذت في الزنا، ما كان فيه معها رجل، وين راح الرجل؟ وإن ناموس موسى، وإن موسى أمر برجم مثلها أمثالها. طيب وين اللي كان معها؟ يأسف، أنا متأسف أحكي هاي التفاصيل ولكنها ضرورية. إذن نقول لهم، إذا أنتوا إنجيليين، إذا بتسموا حالكم إنجيليين يا جماعة نيوزيلندا، طيب آمنوا بالإنجيل، امشوا على الإنجيل، وإلا خليني أسميكم مع ذلك الكاتب اليوناني الروم الأرثوذكس الكاهن الفاضل، مش إيفانجليكي بل أندي إيفانجليكي، أنتوا ضد الإنجيل. الإنجيل شو قلنا؟ إنها بتول، ولكن مش بنت غير متزوجة عزباء، بل بتول مكتوب كتابها، إذا بدنا نستخدم التعبير العبري العربي، مخطوبة. إذن ليست بحاجة لا لفضائح ولا لمخاوف، بما أنه مار يوسف بنعمة الله وكان رجلها صديقا ستر عليها، أدرك عمق السر وقدسية وبتولية خطيبته. إنه لواجب حقا أن نعظمك يا والدة الإله كلية الغبطة. السلام عليك يا مريم أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، وشكرا لكم. شو هذه المعلومات؟